طب الصاروخ ببيتنا ما كنت على سلفتي قالوا يجوزك مين ما هو في حدا يطالع اهل الحارة ما ضل حدا ايوم بكرة بدي اطلع ما بخلونا عالم تروح وترجع امبارح عالم راحت ورجعت رجعت معاها اليوم انا نروح يوم الساعة 3 فانا وطلعنا قام يوم الله يسر معانا دخلت خلص سلامي صار سنة ونص ما شفت بنتي صار عندها اولاد اثنين يعني احل بنت هاي شهر عمرها شفت اللي شفته وصار الطفل هذا مش ما بعرف عنه شيء نتواصل عليها على التليفون لا اكل لا خبز لا شيء دائما تشكي وتبكي ما عندنا شيء طيب ايش بيطلع بيدنا لا نقدر نحن نجي ولا هي بتقدر تطلع لعنا